رمضان كريم مشاهدي قناه الظفره الاعزاء متابعين منصات التواصل الاجتماعي رجعنا لكم ورجعت جوائزنا القيمه مثل ما عودناكم في شهر رمضان المبارك كل يوم بنربح ثلاثه اشخاص جائزه نقديه قيمتها 500 درهم اماراتي لكل رابح اليوم بنعلن عن اسماء الرابحين للسؤال حلقه امس اللي كان من هو ضيف الحلقه الثالثه من برنامج دراما تايم الذي يعرض على يوتيوب قناه الظفره في رمضان 2024 والجواب الصحيح هو الفنانه صباح بركات والرابحين هم رندا مصطفى ايمان المومني ووليد المباركي الف مبروك للرابحين الرجاء التواصل معنا من خلال ارسال رساله على المنصه الخاصه بقناه الظفره وسيتم التواصل معكم لتسليم الجائزه